مساء الخير حسام. مساء مرحبا. الخير مجدة، مرحبا ناصر بك وبكل مشاهدي الأفاضل. بداية، تمكنت إدارة مولودية الجزائر بقيادة عمر غريب من الوفاء بتعهداتها من خلال خطف أبرز الصفقات في الميركاتو، غير أن سيناريو الموسم المنصرم ما زال في الأذهان، فحوار الأقدام ليس حوار الأسماء، تقول ابتسام شلواش. كانت إدارة مولودية الجزائر بقيادة رئيسها عمر غريب من تجسيد التحدي الذي رفعه هذا الأخير منذ عودته نهاية الموسم المنصرم من خلال بناء فريق تنافسي وكبير الموسم المقبل، وهو ما تحقق من خلال تدعيم الفريق بأحسن الصفقات على غرار زرداب، بدبودة، مباراكو وباقي الأسماء. لاعبين كونفيرمي صح واش كنت تقول، ولاد فاميليا ويعرفوا يلعبوا البالون. ان شاء الله احنا واش نطلبوا التوفيق من عند ربي، كما قال التوفيق من عند ربي، والناس هادو ما يحشموش بالفريق تاعهم. تدعيمات على الورق لا يختلف اثنان على كبرها، غير ان لغه الميدان تبقى هي الاساس، فعلى مدار التجارب السابقه على غرار تجربه الفريق في الموسم السابق كشفت على ان الاسماء لا تصنع بالضروره النتائج. بعدما كان الرهان على أسماء في الفريق الموسم المنصرم خيبت الأمال، وتجارب درارجة وعبيد في المقام الأول ليست ببعيدة. ريكروتمون يعني سيبلي، سانسيرمون سيبلي دي فاسون ايكيليبري ليفيكتيف ايكيليبري سيت ايفيكتيف دركا سي الميور اون سي با الميور نشوفو سي تير اون بورت ان غران نو مي إذن هي أسماء كبيرة يبقى رهان عليها جد كبير، لتبقى معها لغة الأقدام هي الفيصل على الميدان. قرر المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم في اجتماعه اليوم إقصاء زين الدين فرحات مدى الحياة من المشاركة مع المنتخبات الوطنية، وذلك على خلفية غيابه عن تربص المنتخب الوطني الأولمبي. وطالب التلفاف اللاعب فرحات بتعويض كل المنح التي نالها في المنتخب الوطني، مشددة على نادي لوهافر الفرنسي دفع 5% من قيمة الصفقة تمثل تكوين اللاعب في أكاديمية التلفاف، مهددة بعدم تأهيله. هذا ورفض المكتب الفيدرالي منح 3 إجازات إضافية للأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية، كما هدد 12 ناديا بعدم تأهيل مستقدميهم الجدد بسبب عدم تسوية ديون عالقة. هذا وهدد رئيس شباب الوزداد رضا مالك في تصريحات للنهار بإمكانية مقاطعة فريقه البطولة في حال عدم مشاركة شباب الوزداد في المنافسة العربية، واصفا إقصاء فريقه بالظالم. في حالة حرمان فريق شباب الوزداد من مشاركة كأس عربية، فإن الإدارة سوف يكون لها رد فعل لدرجة التفكير، ربما حتى في عدم المشاركة في البطولة الوطنية. كيفاش للتقاليد جرت بهذا الشيء في الفيدرال، يعني تقاليد جرت بهذا الشيء. إذن هذا ظلم، ماشي غير ظلم، هذا تحايل وظلم. هذا أنا بالنسبة لي نعتبره هضم لحقوق شباب الوزداد.